صريخ صوتها ما يروح. ايه ادري ويش ما يروح. شغل حصة كوز بسرعة وطوفونها ان شاء الله غايبة. نحاول جد. الأبلة الوحيدة اللي ما أدري قبلت الرياضيات. تدرون اليوم شنو علينا؟ ما تدرون، اكيد ما تدرون، اكيد شدراكم؟ انتوا طالة واحد اصلا، زين بس تعرفون تاكلون. بطلوا الدفتر. عرفت شنو الدفتر؟ جدول الضرب. انا اليوم ابيكم ابي اشوف احد ما يعرف يدور الضرب. سمعتوا ولا لا؟ سمعتوا؟ عادل تعال اطلع سبوره. جاوب. في مساحة، في مساحة، هذه مساحة. ايش فيك؟ بيتكم شذي تسوي؟ اسنان ضرب اسنان، اسنان ضرب اسنان 100. حلو جدول حسين محافظ. بطل ايدك، بطل ايد الثانية. يلا تروح الحين توقف وين؟ تعرف المكان اللي ما يحلون عدل، وين يوقفون؟ هني. هني؟ والباقي يضحكون عليه، عرفت؟ تصير انت المضحكة لانك ما حليت عدل. يلا لف، طالع الطوفة، ريل وحدة فوق. ريل وحدة بس، ايوه، عشان تتذكر اليوم، ريل وحدة بس، لا تتحرك، اي. عشان تتذكر اليوم تحفظ دينون الضرب مع امك، سمعت ولا لا؟ لا يلا بس ولا كلمة. وجهك لوينك من يلا عينك هني. ابراهيم تعال حل. اذا جاوبت غلط يا ويلك. فوق هني ما اطول عادي. صح. هذا شنو يعني؟ أربعة. أربعة؟ ليش كاتبها بالانجليزي؟ أمك أمريكية ولا شنو يعني؟ ها؟ ايش ما تكتب بالعربي؟ أربعة صح؟ يلا مكانك، مرة ثانية هالمرة بسامحك بس. طالع عينك على السبورة. اثنين ضرب أربعة، يلا مين جاب اثنين ضرب أربعة؟ اثنين ضرب أربعة. تعرف اثنين ضرب أربعة؟ إيه. هاك. قاعد. راح تنطق الحين. كم هذا؟ ستة؟ ايه. اثنين ضرب اربعة ستة؟ ايه. بطل ايدك. بطل ايدك. بطل ايدك. ثماني ثماني. كم؟ ثماني ثماني. اكتب ثمانية عشان ترد مكانك، يلا. ثماني. انت ثمانية. اليوم تنسخ جدول اثنين 100 مرة. سمعت؟ شنو الواجب مالك؟ انسخ جدول اثنين 100 مرة. عبالي يلا. وشعرك هذا لا تسوي كذي فيه، سمعت ولا لا؟ يلا لا تسوي كذي. صفك صفك. السلام عليكم يا عيالي. ما يصير الصوت العالي يا عيالي، خلكم هادين شوي شوي. انا ما احب الازعاج. شنو هذا؟ ايش فيكم؟ شنو ماكلين انتم بالفرصه؟ ايش ماكلين؟ اسم الله عليكم، لا اله الا الله عليكم. بس احب الهدوء. يلا كلكم ربعوا كذي اشوف.
العافية على الشطار عيالي شطار. تحبوا العلوم ولا ما تحبوا العلوم؟ حلو العلوم. عافية على الشطار. لو سمحت عادل أنا ما أحب قلة الأدب في صفي لو سمحت. راح أوديك الأخصائية أخصائية تعاقبك. أنا ما عندي هالكلام. ترى بعدين أخصائية توديك الناظرة. أنا مالي شغل. أي واحد يسوي أي شيء على طول يروح الأخصائية، وإذا سوى شيء ثاني الوكيلة والناظرة هي راح تعاقبكم وتفصلكم من المدرسة. أوكي؟ أوكي. قولوا لي الحين من الشاطر اللي يعرف العنصر المختلف من هالثلاث أشياء، بيبسي، شوكولاتة، حليب، أبي شيء الغير عنهم. يلا شيء واحد غير عن الاثنين. بدون صوت بس صبعكم فوق. تفضلي حنان. الحليب. انا قلت لك الحين بيبسي وشوكولاته حليب. حليب سائل وبيبسي سائل مشروبات. شوكولاته. عفي على حنان. انصفك حق حنان. لا مو كذي صفقتنا، مو كذي صفقتنا. يلا هيا. لا يا عادل شنو صفقتنا صايره؟ عافيه. يلا شطار شاطر حنان راح اعطيها 10 درجات. السؤال الثاني. السؤال الثاني يلا قولوا لي شنو الفرق الحين عندنا فيضانات، حرائق الاغابات، قطع الاشجار. يلا يا بوبو. أشجار. ها؟ أشجار. أشجار قطع الأشجار؟ إيه. صح. عفي على بوبو صفقوله. شلون صفقتي؟ شلون صفقتي؟ غبي جديد. عيب ما نقول غبي عيب. راح أوديك الأخصائية. أنا ما أحب قلة الأدب يا ولادي. ما يصير كذي يا ولادي ما يصير. انت ربع. يلا قول له اسف. اسف. سلموا على بعض. سامحوا. اكتبل اكتبل. سلام عليكم شو اخبارك شو علومك؟ سامحوا. ابوه ما يرد. يلا عفية بس كافي كافي. سامحتوا؟ خلاص يلا نرجع مرة ثانية حق السؤال اللي بعده اوكي؟ بس خلاص تسامحتوا يا عيالي تسامحتوا تسامحتوا يا عيالي تسامح يعني جديد تسامحتوا صح تسامحتوا. عافية عليكم يا عيالي. Wow, you look amazing today. What a lovely day. Okay, let's start now. Today is what day? Thursday. Yes, today is Thursday. Good boo-boo, you are very clever. Amazing. جبت لكم امتحان مفاجئ كويز. انا ما احب الغش، ما احب الغشاشين. Okay, اعطيكم امتحان حلو لا تخافون امتحان سهل. وانا موجوده اوكي ساعدكم شويه بالقراءه اوكي ها اوكي. يلا تفضلوا هذا الامتحان. يلا امتحان قصير. يلا قلبوا الورقه. بسم الله الرحمن. عادل هذه الصح. شوفني 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 صح ولا خطأ؟ صح. يلا حط حط صح. عفية على الشاطر عفية. أنا ما أحب أغشش ترى ما أحب أغشش ما أحب أغشش ما أحب الغش. السؤال الثاني راجعي شوفي السؤال
السؤال الثاني. A or B or C؟ شاطرة شاطرة حنان، دارسة دارسة حنان دارسة. هنشوف إبراهيم، شوف إبراهيم. واو أنت دارس عدل كله صح. أمي شاطر عادل كله صح. عفية على الشطار. واو أنت أمك وايد حلوة، درسك وايد صح؟ ها؟ حتى أنا. أنت بعد؟ إيه. إيه أدري كلكم أمهاتكم شطار يدرسون عيالهم. خلصتوا؟ إيه. خلصتوا؟ بس باقي ثلاث أشياء. يلا. غلط صح؟ غلط بس. شاطر. شاطر صح؟ في عالشاطرة. خلصتوا الامتحان؟ يس تيتشر. اتوقع ان كلكم ترى علامة كاملة. كلكم علامة كاملة. جبنا نفس الشيء سويناه كلنا. كلكم كلكم ترى علامة كاملة. عافية على الشطار. عندي هني الستودنتس كلهم شطار، عافية على الشطار. لما امتحان ثاني؟ امتحان ثاني؟ باش. لدرجة يعني تحبون الانجليش؟ ايه. ولا عشاني انا؟ عشانك انت. يا حبيبي والله. زين بقول لكم شيء. ايش رايكم اذا انتم حليتوا الامتحان كله صح؟ زين ايش رايكم اعطيكم سناب نضيف بعض سناب؟ اوكي يلا يلا بكتب لكم سنابي. كتبوا كتبوا سناب عندكم عشان تضيفوني. ما نقدر نحفظ بسرعه فنبي نكتبها. اللي يبي يضيفني حيضيفني عشان اضيف لك. انا جاي واسمك تاهو اسمك. شوفي كتبت اسمك عشان اضيفك. شاطر. حتى انتم طلابنا الشطار لا تنسون تضيفوني بسناب. مشكورين وايد على المتابعه. كتبوا لنا انواع الابلات عندكم في المدرسه عشان اسوي لكم اجزاء ثانيه جديده. ولا تنسون الشير واللايك وسبسكرايب ونحبكم وايد. باي. بسم الله.